الرياضة الآن وتحديدا الرياضة العالمية التي لنا فيها سفير هو النجم المصري الدولي محمد صلاح الذي ينشط في صفوف ليفربول الإنجليزي الذي قاد فريقه اليوم للفوز على واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الثامنة من البريمير ليج. سجل صلاح هدفا وصنع آخر ليعادل الرقم التاريخي للأسطورة الإيفواري ديدييه دروجبا ب 104 أهداف في صدارة الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي. ربما تنسب الأفضلية كذلك لمحمد صلاح بحكم عدد المباريات الأقل التي تمكن خلالها من تسجيل هذا العدد. محمد صلاح على أي حال ليست المرة الأولى التي يقدم فيها هذا الأداء الاستثنائي منذ انطلاقته مع فريق ليفربول عند التكوين الجديد لهذا الرجل يورجن كلوب الذي قدم نكهة مختلفة للريدز وكان من بين أبرز العناصر التي انتدبها لتقديم هذه الصورة المختلفة والمغايرة لنجوم الميرسيسايد هو محمد صلاح فضلا عن أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك وغيرهم من اللاعبين. على أي حال الناقد الرياضي الأستاذ علي البحيري ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. أستاذ علي أهلا وسهلا بحضرتك. ليس موسم طفرة كما كان يتصور لمحمد صلاح، ليست قفزات ربما موسمية في بعض الأحيان ومرت بنجوم كبار، لكن وتيرة ممتازة من التصاعد حتى وليس الحفاظ على هذا الأداء الممتاز. ما الذي تملكه محمد صلاح حتى يقدم ما يقدمه؟ في البداية برحب بحضرتك وبرحب بكل المشاهدين. زي ما حضرتك قلت بالظبط، محمد صلاح هو في الوقت الحالي هو أفضل لاعب في العالم من حيث الأداء ومن حيث النتائج ومن حيث الأرقام اللي بيحققها. محمد صلاح النهارده وصل ل 104 هدف في الدوري الانجليزي، بيعادل رقم اسطوره كوت ديفوار دروكبا نجم تشيلسي السابق. يمكن محمد صلاح اللي بيقولوا عليه ان هو كان نجم الموسم الواحد او كده، دلوقتي هو الموسم الرابع في ليفربول، كل سنه هداف الدوري، كل سنه بيكسر ارقام، بيحقق حاجات ما حدش بيحققها. النهارده يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بيقول عليه دلوقتي، هو لو هنقارن بين ميسي وكريستيانو في الوقت الحالي ومحمد صلاح، فانا هقول محمد صلاح هو افضل لاعب حاليا. هو قال لو سألتوني عن لاعب أفضل من محمد صلاح ستكون إجابتي ليس هناك من وجهة نظر يورجن كلوب كما يراها. ما الذي ضمن لمحمد صلاح هذه الاستمرارية؟ لاعبين مصريين كثيرين ذهبوا إلى دوريات أوروبية لكن الأداء حتى لو كان مبشر أو جيد حتى في بداية الانطلاقة لكنها في موسم أو أقل قليلا بتنتهي تقريبا، ما الذي اختلف في مسيرة محمد صلاح؟ محمد صلاح لاعب موهوب، لاعب كبير، هو فعلا عقليته وشخصيته كان يمكن كمان برضه فرق ان هو ما بدأش في اهلي وزمالك، طلع من نادي المقاولين العرب لبازل، بدأ مشوار الاحتراف الاوروبي بدري من فريق صغير، قدر يكبر يعني كل شويه خطوه اكبر من اللي قبلها. يمكن خطوته ان هو ما يقسش لما مشي من تشيلسي وما لعبش مع جوزيه مورينيو ومشي بالدوري الانجليزي اللي هو اقوى دوري في العالم، مشي راح ايطاليا، يمكن كسر الدنيا في فيورنتينا وفي روما. روما هي كانت اهم محطه لمحمد صلاح اللي بنت شخصيته وكمان فرقت في حسه التهديفي على المرمى، يمكن اتعلم هناك كتير جدا. راح بعد كده ليفربول فهو دلوقتي احسن لاعب في العالم من وجهه نظري، وهو يعني مرشح بقوه للكره الذهبيه، لانه محمد صلاح مش بس بيجيب اهداف، ده هو بيحقق ارقام وبيقود فريقه لانتصارات كبيره جدا، حتى اهدافه كلها جميله مش اهداف عاديه. هو لعيب كبير، هو لعيب فخر لكل العرب وكل افريقيا، واعتقد محمد صلاح هو الان يستحق كل الاشاده لان هو لاعب كبير ومستمر في التالق. يعني السؤال قد يكون تقليدي او مكرر نوعا ما لكن تفرضه بعض التطورات الاخيره، اعاده تكوين فريق ريال مدريد من جديد بعد حقبه ولى فيها اللاعبون الكبار وانهوا جانب من مسيرتهم في ريال مدريد، واخيرا تصريحات كانت بعد مباراه ليفربول وواتفورد، احد الصحفيين الاوروبيين قال ان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد يضع محمد صلاح على رأس اهتماماته. من الأفضل محمد صلاح أن يبقى ويكمل هذه المسيرة وفيها نجم متوج في ليفربول وفي المدينة بأكملها، ولا يبحث عن استكمال المسيرة في ريال مدريد أو في غيره من الأندية الكبرى؟ يمكن زي ما حضرتك قلت فعلا شبكة ESPN الإخبارية أكدت النهاردة أن ريال مدريد بيفكر في صفقة تبادلية مع ليفربول، أن هو يديهم هازارد ومبلغ مالي وياخد محمد صلاح اللي هو طبعا نجم ليفربول، نجم الدوري الإنجليزي الممتاز. طبعا ريال مدريد طبعا رحل من عنده العديد من النجوم، يمكن مفيش غير كريم بنزيما دلوقتي هو النجم الابرز، وكمان بيفكروا في كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الموسم الجاي، لكن محمد صلاح انه يروح ريال مدريد او يروح برشلونه او يروح اي نادي في العالم دلوقتي هو يستحق بكل فخر نقول ان هو يستحق. لكن انا من وجهه نظري محمد صلاح علي يعني ان هو يبقى في ليفربول، لان في ليفربول هو بقى النجم الاوحد، بقى النجم الاوحد في الدوري الانجليزي في انجلترا كلها. واعتقد محمد صلاح لو فضل في ليفربول هو هيبقى يعني مش بس هيكتب تاريخ تاني، هو هيبقى فعلا لعيب اسطوري مش هيتكرر في الدوري الانجليزي او في انجلترا كلها.
طيب استاذ علي، الاختلاف بين محمد صلاح ليفربول ومحمد صلاح المنتخب المصري، لانه من بين الضغوط اللي بتوضع عليه مزيد من المقارنات المستمره حتى مع اختلاف البيئه، مع اختلاف طبيعه اللاعبين اللي بيلعب الى جوارهم، ما المختلف في محمد صلاح المنتخب ومحمد صلاح ليفربول؟ انا بصراحه بعترض على الناس اللي بتقول ان محمد صلاح ما بيلعبش منتخب مصر زي ما بيلعب مع ليفربول. لا، محمد صلاح منتخب مصر ومحمد صلاح ليفربول. الدليل على ده ان محمد صلاح بيصنع اهداف للاعيبه مصر وبيحاول يقدم كل حاجه في الملعب، ممكن ما يكونش بيسجل الفتره دي زي ما كان بيسجل مع منتخب مصر ايام كوبر، لكن احنا دلوقتي في مرحله تجديد، يمكن في مدير فني جديد اللي هو كارلوس كيروش البرتغالي، ففي برضه مرحله احلال في المنتخب، لسه ما استقرناش على التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر، لسه اللعيبه ما خدتش على بعضها اللي هي التوليفه الجديده اللي عملها كيروش، لكن محمد صلاح ولاء كبير بيلعب لمنتخب مصر، وكان من اهم اسباب ان مصر صعدت كاس العالم في روسيا، وكان من اهم اسباب ان مصر الفتره اللي فاتت كانت يعني مهيمنه شويه ومستواها عالي شويه عن السنين اللي فاتت. فاعتقد ان محمد صلاح بيلعب مع منتخب مصر بشكل قوي وبحماس وبقوه زي ما بيلعب مع ليفربول. يمكن الاختلاف في الاداء هنا وهناك، طبعا هناك في جماهير، هناك في اجواء، هناك في لعيبه ثانيه، في احترافيه، في حاجات كتيره جدا. احنا هنا بنلعب من غير جمهور، برده لسه الجهاز الفني متغير، الدنيا برده مش زي هناك، فده اللي ممكن يكون الاختلاف الوحيد. فتره راحه، وسؤال الاخير لحضرتك، فتره راحه طويله نالها محمد صلاح بعد انتهاء الموسم الماضي، البعض يرى انها اهلت محمد صلاح ليقدم هذا الاداء الانفجاري الغريب والاستثنائي حتى عن اي لاعب افريقي في الدوري الانجليزي، هل كانت فتره الراحه اللي نالها هي المؤهل الاساسي لما يقدمه صلاح، ولا اعتبارات وعوامل اخرى؟ اعتقد ان هي الفتره كانت مهمه طبعا لاي لاعب زي محمد صلاح بيلعب في كل البطولات اللي بيلعب فيها دي، وبيحتك قوي في كل بطولات اوروبا والدوري الانجليزي الممتاز، لكن محمد صلاح برضه هو اللي فاده ان هو عقليته كبيره، عقليته محترفه، هو لعيب صاحب شخصيه كبيره. النهارده لما بيسالوه عن الاهداف، النهارده هدفك احلى ولا هدف اللي سجلته في مانشستر سيتي، بيقول لهم انا ما يهمنيش مين الهدف الافضل، انا يهمني ان انا بقدم 100% في الملعب، ان انا بستمر في التالق، ان انا بساعد فريقي وبنجيب نقط، واحنا هنقاتل على كل البطولات. دي عقليه لاعب محترف، عقليه لاعب احنا افتقدناها كتير في منتخب مصر. فاعتقد محمد صلاح بيطور نفسه بنفسه، هو لعيب كبير يستحق كل الاشاده والتقدير، ويستحق ان يكون مرشح مش لجائزه افضل لاعب في العالم، وكمان يستحق ان هو يتوج بيها في يوم من الايام. يعني يرشح على الاقل او يدخل ضمن الاسمين الاولين اللي قد يتنافسها. سلاسه الاجواء اللي حاصله بينه وبين ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، تحديدا ساديو ماني، ما المختلف ايضا؟ وانا اسف لان قلت لحضرتك السؤال الاخير في السؤال السابق، لكن لا باس ان نتعرف حتى على وجهه نظر حضرتك في هذه النقطه. لا ولا يهم حضرتك، هو طبعا كان في طبعا مشاكل بينه وبين ساديو ماني، ده كان الصحافه الانجليزيه اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مره، يورجن كلوب كان بيحاول يعني يقول ان مفيش مشاكل او كده، كان ظهر الكلام ده المواسم اللي فاتت، لكن الموسم ده فعلا يمكن العلاقه بين محمد صلاح وساديو ماني اتحسنت كتير، بنشوف ان هو بيساعدوا بعض في الملعب، اللي بيجيب هدف التاني بيروح اول واحد يسلم عليه، فاعتقد ان العلاقه اتحسنت، وده برده شال شويه حساسيه بين الاثنين، وبرده اتكلمت الصحافه الانجليزيه عن الموضوع ده. اعتقد محمد صلاح دلوقتي ما هو مش بس في ليفربول او محبوب، هو محبوب من كل الجماهير في انجلترا. نعم. محمد صلاح حتى ما عندوش مشاكل مع اي لعيب، ما عندوش مشاكل مع اي نادي، تصريحاته كلها فيها عقلانيه وفيها احترافيه كبيره، هو لاعب عايز يبني مجد شخصي، وهو في طريقه ان هو يبني مجد شخصي في انجلترا، ما حققوش اي لاعب عربي او افريقي في الفريق. بنى بالفعل جانب كبير من هذا المجد، وحقق ما لم يحققه اقرانه وصولا حتى الى معادله رقم ديدي دروجبا. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي منضما الينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.